احنا دلوقتي معانا واحدة من نجمات الفريق بتنضم لنا عبر الهاتف. انا مش عارفة انتوا، كان نفسي ان هي تكون موجودة النهاردة الحقيقة، ولكن لظروف خارجة عن ارادتها هي ما قدرتش تكون معانا. يعني انا مش هقول هي مين، انتوا اكيد هتعرفوا صح؟ يعني قولي الو كده. الو ايه عرفتيها يا كابتن عليا؟ كمان الو كده كمان يعني كمان الو عرفوني على طول دلوقتي. دي تمارة. توتو تمارة. لا لا مش تمارة. لسه مش طب كملوا بقى كلام شويه. خلاص بقى خلاص كابتن رضوى. رضوى انا بتي على تمارة ليه رضوى؟ صوت ايه الاخبار كابتن رضوى؟ الحقيقه احنا مبسوطين جدا ان انت معانا، وكان نفسنا تكوني معانا النهارده في الاستوديو، ولكن يعني احنا زي ما انت عارفه ان هو كان موسم استثنائي. رباعيه الحقيقه كانت ولا اروع منكم، مجهود كبير جدا انتوا بذلتوه في هذا الموسم. مش عايزه افضل عيد ان هو كانت بدايته غير موفقه، ولكن الحقيقه انتوا كنتوا على قد المسؤوليه وقدرتوا ان انتوا تفوزوا بموسم استثنائي. كلميني عن هذا الموسم، خاصه يعني ان انت اكيد كان ليكي دور يعني مش هين ابدا في الفوز بهذه الرباعيه. اول حاجه انا بشكر حضرتك جدا، والله انا اللي كان نفسي ابقى معاكم جدا غصب عني. بس لو هنتكلم بقى على الموسم الاستثنائي فلا، صراحه انا حابه اشكر فريقي جدا والجهاز الفني طبعا، بس الفرقه يعني وكمان كانت في حته ثانيه. احنا كنا واقفين في بعض جدا، كنا عاملين كل حاجه اللي احنا بعد خسارة المرتبط اللي هو لا يا جماعه مفيش خساره تاني، وما كناش حابين اصلا ان المرتبط تروح مننا خالص بالعكس. فكان اهم بطولتين كان الكاس والدوري، وده كان بالنسبه لنا تارجت. وكابتن طارق كان دايما على طول يتكلم معانا اللي هو يا جماعه مش اوبشن، احنا ان شاء الله البطولتين دول بتوعنا ومفيش حاجه هتضيع مننا تاني خلاص. بس والحمد لله اشتغلنا، يعني اشتغلنا تمارين واتلمينا بعض لحد ما ربنا كرمنا، والحمد لله خلصت 3-0 يعني. وكنا الحمد لله برضه شغالين ماتش بماتش لحد بقى ما خلاص بقى جينا في الثالث، كنا واثقين ان احنا هنكسب. وانا كنت واثقه في فرقتي 100% ان احنا مهما كنا حتى السكور باد، لا الحمد لله الحمد لله احنا كنا واثقين ان احنا برضه هنكسب، فالحمد لله يعني. الحمد لله. رضوى عايزه اسالك، طبعا يمكن اي لعيبه بشكل منفرد بيبقى يعني ليها لحظات صعبه سواء في بطوله او في ماتش معين، لو هنتكلم على مدار الموسم ده بالنسبه لك كان ايه اصعب وقت سواء في بطوله او ماتش معين انت شاركتي فيه، اصعب اللحظات اللي انت عشتيها في الموسم ده؟ والله انا كده بالنسبه لي ماتش الكاس عشان كان ماتش واحد كان بالنسبه لنا تارجت، فالحمد لله يعني كان استثنائي بالنسبه لي والحمد لله خدناه، ودي كانت اهم حاجه عشان نعرف نفكر في الدوري. الدوري بقى ان احنا كنا صراحه حزنا ماتش الماتش كان اصعب ماتش طبعا الثالث، لان خلاص كنا الفرقتين يعني خلاص زي ما قلت تعبوا خالص. بس ده اللي كان بالنسبه لي اللي هو لا احنا لازم نكسب، وان شاء الله هنكسب مع الفرقه وبرده مع زي ما بقول لك لمينا بعض، فالحمد لله ده اللي كان بالنسبه لي لا يا جماعه هو مش قصدي نلعب الرابع، فالحمد لله يعني ان احنا كسبنا. بس هو ده كان الماتشين دول يعني. طيب رضوى عايزه اسالك كمان، يمكن انت اتكلمتي برضو عن ان انت كنت واثقه في فريقك وواثقه في زميلاتك يعني من اللاعبات، العلاقه يمكن لسه كان كابتن طارق بيتكلم اهم حاجه العلاقه والانسجام ما بين اللاعبات وبعضهم. عايزه اعرف علاقتك ببقيه الفريق، ويعني احنا دايما عارفين ان الفريق حتى لما حد بيجي له جديد ويبقى لسه في السيزون الاول، وشفنا يعني خير دليل على ده تمارا دخلت واندمجت سريعا جدا على الرغم من ان هي صغيره في السن. عايزه اعرف منك اكتر الكواليس ما بينكم، الانسجام والاندماج ده اكيد بيبقى ليه سبب، الجهاز الفني طبعا بيبقى معاكم، ولكن برضو علاقتكم ببعض اكيد مهمه جدا عشان توصلوا اللي انتوا وصلتوا له ده. بصي ده حاجة أساسي. لو هنتكلم على تمارا هي كده كده لعيبة وبروفيشنال ومش صغيرة حتى وهي صغيرة سنا، فإن احنا نندمج معانا احنا كده كده خدنا كله يبقى معانا، إن احنا نتعامل مع بعض وإن احنا نلم بعض، احنا دخلنا ما بيننا أكتر، احنا ننزل مع بعض الحاجات دي كلها. لو هنتكلم على فرقة أوفر أول بقى، لا احنا كان أي حد داون لازم نقومه. لو كان في أول سنة احنا دخلنا التمرين خلاص التمرين هننسى كل حاجة بره التمرين، يعني الحياه الشخصيه اي حاجه هننساها بره التمرين. وانت احنا بدات التمرين خلاص يا جماعه احنا هنركز التمرين، اي حد ما فيش نيجاتيف فايبس خالص، هنلم بعض هنشجع بعض، اي حد داون لازم نقومه عشان ده اللي هيكسبنا. والحمد لله فعلا ادينا نشتغل على ده لحد ما الحمد لله خلصنا الدوري 3-0، ودي كانت يعني ما حدش كان متوقع ان احنا الفريقين صراحه سبورتنج فريق محترم جدا،
وفريق كويس، بس مش هتوقع ان يدخل 3-0. فالحمد لله لا، مع لميتنا مع بعض والانسجام اللي كان ما بيننا الحمد لله ان هي خلصت 3-0 يعني. الحمد لله يا رضوى. ويمكن برضو بما ان طبعا اكيد الجهاز الفني موجود معايا النهارده، مهم جدا ان انت توجهي لهم رساله، يمكن رساله انت ما قدرتيش توصليها مثلا في خلال السيزن. اكيد بيبقى الاحتفال بيبقى ليه الكلمه العليا، ولكن اكيد بيبقى جواكي رسائل عايزه برضو توصليها للجهاز الفني، بما انه كان طول الوقت واقف في ظهركم وخير داعم الحقيقه، وكان سبب كبير في اللي توصلوا انتوا توصلوا له. فرساله اخيره تقوليها للجهاز الفني النهارده بمناسبه ان هم معاك ومعذبه. طبعا بشكرهم جدا 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 بجد، حد عشان اقول اسامي كلها عشان ما انساش حد، بس بجد حابه اشكرهم كلهم، وحابه طبعا اشكر كابتن طارق على الثقه اللي كان مديها لنا، وان الحمد لله حتى لما ثريا كمان ما كانتش موجوده، لا الحمد لله كان فكر فينا كلنا، وده لكل حد سبورت. فحابه اشكرهم جدا، والحمد لله كان طبعا اتمنى ان احنا نكسب الخمسه، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعوض السيزون الجاي، والله هنشكرهم قوي يعني. شكرا ليكي طبعا، نورتينا وشرفتينا كابتن رضوى محمد، احد نجمات فريق السله سيدات بالنادي الاهلي.